السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي القاسم يصل إلى دور الأضواء بعد سنوات طويلة من العناء، وأخيراً نادي يمثل بابل بإرثها وتأريخها في الدور الممتاز. فعلاً هم يستحقون هذا الإنجاز، فعلى مدار 3 سنوات يخرجون بفارق نقطة واحدة نتذكرها جيداً مع أربيل وقبلها البحري. أما اليوم الحلم أصبح حقيقة، سنناقش ب60 دقيقة كيف أصبح فريق القاسم متصدراً لدور الدرجة الأولى هذا العام.